أهلا بكم مشاهدينا الكرام في متابعتنا الخاصة لثورة تشرين ضد الأحزاب الفاسدة في العراق، حيث يواصل المنتفضون تظاهراتهم وإضرابهم واعتصامهم في الطرق والساحات حتى تحقيق مطالبهم بالرغم من القمع والتضييق الحكومي وحملات الاعتقال التي تشنها القوات الحكومية على الناشطين وكل من يقوم بتقديم أي دعم للمتظاهرين. في هذه المتابعة الخاصة مشاهدينا الكرام نرحب بضيوفنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي. أهلا بكم دكتور. حياكم الله. أهلا ومرحبا أستاذ. وعبر الهاتف من بغداد الناشطة المدنية ناهد أحمد، وكذلك سينضم إلينا عبر الهاتف بعد قليل من البصرة الناشط المدني قاسم مجدوب. فاصل قصير ونتابع. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذا بدأت معك دكتور لحين كذلك حضور بقية الضيوف، نستمر بالحديث عن ثورة تشرين وكذلك القمع الحكومي المستمر. لماذا توغل حكومة بغداد بهذه السياسة، سياسة القمع المستمر، دون النظر إلى المطالب التي خرج من أجلها المتظاهرون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لماذا تستمر؟ يعني ما أعتقد هي عندها غير قرار حتى لماذا تستمر، هي تستمر في هذه القضية وهي ليس لديها قرار إلا إزالة هذه التظاهرات والقضاء عليها. فمن أول لحظة من 1 تشرين واليوم ما دمنا نتحدث عن التظاهرات وانتفاضة وثورة الشباب، اليوم يعني أكملوا شهر من بعد يوم 25/10 اللي خرجوا به مرة ثانية، وأكثر من 56 يوم صحيح نعم اليوم مرت على التظاهرات من 1 تشرين. ما الذي تحقق غير العنف والقتل وأيضا على ذكر استخدام القوة؟ يعني أنا دوما لدي حساسية من كلمة القوة المفرطة. يعني إذا استخدموا القوة غير المفرطة مقبولة؟ إذا مبدأ العنف بشكل هو مبدأ العنف. هم القوة، استخدام القوة ضد المتظاهرين لماذا؟ أنت في دستورك، هذا الدستور المشوه هذا اللي دمر العراق، انت كاتب به من ضمنها انه حريه التعبير وعدم سوى ديمقراطيه وحريه، وانت جيت في نظام قلت احنا انقلبنا على الدكتاتوريه وجئنا بنظام ديمقراطي يرعى المواطن، يستمع للمواطن، حريه التعبير، حريه التظاهر، حريه ابداء الراي وانتخابات والكلام هذا اللي يسطروه في شعاراته. فبالتاكيد انت يعني نطالبك الان ما دام انت تقول هذا الكلام واحنا مقتنعين به، لكن وانت ما تطبقه، لكن احنا نطالبك بان تطبق الكلام. فلا تستخدم القوه، قوه مفرطه غير مفرطه، يعني هاي الكلمه جدا بها حساسيه، مفرطه وغير مفرطه، يعني اذا استخدم قوه وكان غير وكان العنف اختلف وكانه يعني اذا مثل المرجعيه يعني المرجعيه من تحدثت مرجعيه النجف عن انه قتلوا ناس بس لا تقتلون، ما هو اذا قتلوا واحد واذا قتلوا الف. انت بالقياسات الدينيه، انت مرجعيه بالقياسات الدينيه، انت الواحد عندك دم شهيد واحد مثل شهداء الالف، انت تدافع عن الدم، انت المبدا، تدافع عن المبدا، مبدا عدم قتل الناس، عدم، هذا حرام لا يجوز. فانت تحرم قتل، يعني هيئه علماء المسلمين اصدرت بيان بتحريم قتل الناس. هذا الموقف المبدئي، هذا الموقف الديني الاخلاقي الانساني بهذا الشكل. اما انه انا قتلت بعد تقتلون اكثر، ترى اذا قتلتوا اكثر راح يجون غيركم ياخذون الحكم. كلام هذا لا يقبل، وكان لا قيمه لمن سقطوا من الشهداء. ما هو هذه القضيه، والان نفس القضيه يعني استخدام القوه المفرطه. انا يعني هذا التعبير يعني ما عندي حساسيه تجاهه. يعني اذا استخدموا القوه، ما هو الان يستخدمون يقول لك احنا قنابل الغاز، هاي مو مفرطه لكنها قاتله تقتل وبها غازات سامه وبها ويوجهها بطريقه يقتل بها. منظمه العفو الدوليه ذكرت ان حجمها حجم قنبله قتاليه وليست دفاعيه. هذا الموضوع يعني اذا استخدم حجار مثل ما شفناهم مرات، هذه القضيه هو واقف فوق وقواته ومسيطر على المناطق ويضرب وعنده طيارات تصور الناس وعنده عنده مندسين يصورون الناس ويوقفوا لهم برا ويخطفوهم للبنات والولد ويعذبوهم، هذا شنو؟ هذا مفرط ولا مو مفرط؟ يعني هذا التعذيب ورا 11 يوم 10 ايام تركول المتظاهر طلعناه احنا. يعني هذا وهو طلع بالاذاعه يقول انا ما سوى لي شيء وانا رايح لبيتنا،
خلاص يعني وما استخدموا الديمقراطيين، انتوا ليش اختطفتوه اساسا؟ يعني ليش مثل العصابات واقفين برا حتى تختطفوه؟ يعني ما هو هذا الموضوع غريب عجيب. فهذه تصرفات عصابات الحقيقه. يعني استخدام القوه بهذه الطريقه عصابات، لان هم عندهم قناعه انه هؤلاء من البدايه قالوها هؤلاء اعمال شغب. وقال لهم يا خامنئي ذول اعمال شغب وانتم مخلصين وتخلصوا من عندهم. فبالتالي ينظرون لهم الى انه يعني مجموعه من المشاغبين. ذول العراقيين كلهم، الشعب العراقي كله مشاغب. لانه عليه ان ينصاع وان يقبل بالذل والاهانه والفساد والخراب والدمار والفقر والجوع وانتهاء كل شيء. لا تعليم ولا صحة ولا خدمات ولا أي شيء، ولا كرامة ولا وطن ولا هوية واحدة. هذا يقبل بها، يجب أن يقبل بها من أجل عيون إيران والأحزاب التي تحكم العراق. وعد ما تكلمه يقول لك لا احنا لا نتكلم الحقيقة، يعني وان دليلك على إيران شنو قضية غير شكل الآن الموضوع. الآن الموضوع يعني فاستخدام القوة هو هم ليس لديهم سوى يد تسرق ويد تضرب. ليس لدي هذه الحكومة وأحزابها وقواها إلا هذا الأسلوب، يسرقون ويضربون ويدافعون عن سرقاتهم ونهبهم وتخريبهم، وهم حماة وحراس لمشروع لتخريب العراق. هذه حقيقة الموضوع. سأعود إليك بعد قليل دكتور. ننتقل إلى الناشطة المدنية عبر الهاتف من بغداد السيدة ناهد أحمد. أهلا بك سيدة ناهد. بداية، تتواصل التظاهرات والاعتصامات في بغداد والمحافظات ضمن ثورة تشرين، لو تصفين لنا الأوضاع في ساحة التحرير ومحيطها الآن. ساحة التحرير ومحيطها الآن تتسع يعني بشكل يعني جغرافيا تأخذ أماكن أوسع، وصلت تقريبا الساحة اجتاز ساحة الطيران، ووصلت للشوارع المؤدية ساحة التحرير كلها انملت. البناية الفوق المطعم التركي انملت. يعني هذا موقف يعني مو قليل. هم مرات يحاولون انه يهدئون الوضع يخلون الناس ترجع، لا الناس مصرين وده تتوسع اكثر، والطلاب ده يتوافدون والعصيان ده ينخر بأجساد الدول الفاسدين وده يدمرهم لكن الشيء المستغرب انه مدى يتنازلون ويطلعون، واخذوا فوقاته مده 45 يوم. 45 يوم انتوا شنو اللي سويتوه؟ صار لنا من 2010 لحد الان الظهر ما في يوم واحد منكم طلع وسال واحترق قلبه على شهيد او حكى واعترف. وهسه انتم تردون نعطيكم مهله 45 يوم؟ يا بالمهله 45 يوم ماليش سيدة ناهد، اذا نتحدث ميدانيا قليلا، القوات الحكوميه والميليشيات تستمر باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين قرب جسر الاحرار اليوم. ماذا حدث بالضبط وكيف بدا اطلاق النار، وهل كانت هناك محاولات لاخلاء الجسر؟ لا طبعا المتظاهرين بيحاولون يتوسعون، وهم طبعا لازم يجابوهم قوات الشغب احنا نسميهم قوات الجريمه والقتل، طبعا يواجهوهم بالقمع. بس المتظاهرين مصرين، ولهذا السبب يعني بشوف بسبب اصرارهم بيضربوهم، وكل ما بيضربوهم تزيد، وكانه شلون واحد في دهله وفي ورطه كل ما يحاول يدخل يختفع لي فوق يغطس اكثر. وهم كذلك حكومتنا كل ما تحاول تخلص من عندنا نوبه نزيد اصرار، وان شاء الله ننتصر من تفريد باذن الله تعالى. طيب، ما الهدف من محاوله اخلاء الجسور من قبل القوات الحكوميه بهذه الطريقه؟ وإلى أي مدى تشكل سيطرة المتظاهرين على الجسور أزمة بالنسبة للحكومة؟ طبعا مو تزيد العصيان المدني، تعرف تشل الحركة هذا من صالح العصيان المدني اللي هم راضي، لكنه هو هي المشكلة أنه الموظفين والطلاب بالذات هم طوعا بيعصون ينفذون العصيان المدني، وهذا الشيء مو من صالحهم، والسيطره على الجسور طبعا هذه من صالح العصيان.
سيدة ناهد، بعض مدراء المدارس، بما أن حضرتك فتحتي هذا الموضوع، بعض مدراء المدارس في بغداد هددوا طلبة بالتقدم إلى القوات الحكومية ببلاغ عليهم ضمن المادة 4 إرهاب، أن أنهم إرهابيين وغيرهم. هذه التصرفات من بعض مدراء المدارس تجاه الطلبة، ما الهدف منها؟ الآن الجميع يخرج من أجل مصلحة هذا البلد، لماذا وقوف بعض هذه الشخصيات عائقا أمام الطلبة من أجل الخروج بالتظاهر؟ بالضبط بالضبط، لأنه قسم من هذول الشخصيات إذن ينتمون للأحزاب، ينتمون للأحزاب السياسية الفاسدة، فطبعا يستفيدون ماديا من يروح يقدم بلاغات مجانا، طبعا مو مجانا، فهم مستفيدين. وبعدين لازم تعرف أنه مرات داخل المدرسة مثلا المدير والمعاون، المعاون مع الطلبة لكن المدير ضد الطلبة، فهالشكل ده تصير. المهم الطلاب كسروا كل هذا وأفأفوا، نفذوا العصيان المدني. نعم. وكالة رويترز للأنباء يا سيدة ناهد تقول إن 9 متظاهرين في الأقل قتلوا برصاص قوات الأمن في بغداد والمحافظات الجنوبية خلال 24 ساعة مضت. ما وقع استمرار استخدام قوة الحكومة لآلة القتل على المتظاهرين؟ ما تأثير هذه المحاولات الحكومية وعمليات القتل المستمرة على معنويات وعلى يعني نفسية المتظاهرين الآن وهم في الساحات؟ ما مثل ما قلت لك بتزيدهم حماس، متظاهرة وضد هذه عمليات القمع، لكنه هو الشيء اللي يصير مثل ما قلت، يعني كل ما يقمعونه بالزايد كل ما نزيد اصرار، وهذا مو صالحهم. هم امام المحاكم الدوليه اصبحوا جنات، ولازم تعرف انه اي حكومه بالقوانين الجنائيه الدوليه بس تسقط قطره دم تسقط الشرعيه عنهم. لكن احنا للاسف بنلاحظ انه خش شواطئ دوليه عند العراق، يعني ما يعني هاي ابسط شيء، بومبيو يناشد او يدعو المتظاهرين الايرانيين ان يوثقون اعتداءات عليهم، زين شو احنا ما يدعونا هيك دعوه، ساكت اخرس من ليش مخرس يا بومبيو؟ ليش الايرانيين تدعوهم يوثقون الاعتداءات عليهم ويواعدهم انه يقتص من هؤلاء المعتدين؟ يعني شو احنا بعد ما حد هالشكل متعامل ويانا؟ احنا الدول متخرجه في نشام ثاني بينا ما نعرف، يعني احنا هالمره ما نعرف ليش هذا الصمت الدولي يعني. سيدة ناهد احمد الناشطه المدنيه، كنت معنا من بغداد، اشكرك للمشاركه. دكتور رافع، سيدة ناهد سألت بعض الأسئلة نحتاج منك إلى إجابة عليها، من ضمنها لماذا الموقف الأمريكي متباين ما بين القضية الإيرانية وما يحدث في العراق؟ يعني حقيقة هي تعرف وأهل العراق كلهم يعرفون، كنا نعرف أن هذه القضية هذا المشروع أمريكي، مشروع احتلال العراق أمريكي، فلذلك هم هذا مشروعهم، قالوا جئنا بالديمقراطية، جئنا بعراق جديد، جئنا بالازدهار. هذا المشروع انهار، وبالتالي جابوا إيران حتى السيطرة على العراق، وجابوا أحزاب وشخصيات وقوى فاسدة لتنهب العراق. هذه الحقيقة، وهذا يرتبط بحديث يعني لماذا يشجعون إيران وهم ينظرون العراق من خلال علاقتهم الآن المتوترة مع إيران بسبب الملف النووي. هذه واحد. الثانية هي الأخت جاوبت على القضية في قضية الإضراب العام أو العصيان المدني عندما تحدثت، قالت أن المتظاهرين يذهبون إلى العصيان ولذلك يواجهوهم. في قضية العصيان المدني الحكومة ترفض هذا ووضعت يعني قرارات مخيفة بالنسبة لهم، 4 إرهاب ما أعرف منو، 20 سنة حكمة. اللي يسوي لسبب واحد، أنه في العصيان المدني هناك وكأنه أنت يعني الشعب يرفع استفتاء كامل من الشعب عدم رضا على النظام السياسي كله. يعني الشعب ده تستفتي انت بالنظام السياسي بالعمليه السياسيه يقول لك انا رافضها، لانه ده يسوي عصيان واضراب عام ضده، ضد هذه القوى الحاكمه، ضد العمليه السياسيه كلها. فبالتالي هذا يستدعي القوى الدوليه ان تتدخل، ومن ضمنها حتى امريكا.
يعني تجبر امريكا وتجبر الامم المتحده ويجبر العالم كل الاتحاد الاوروبي وغيره على ان يتدخل، لانه عندهم مصالح ايضا بالعراق. عندما تصير الهوه كبيره بين بين الشعب والحكومه، الى الدرجه الحكومه الان واحزابها يقولون لامريكا ويقولون للعالم مثل ما خرج هذا المندوب المتحدث باسم وزاره الداخليه، لا وزاره الداخليه نعم، قال عدد المتظاهرين 14000 250 هنا 300000، وتاليها اليوم عادل عبد المهدي اخذ وزراء وراح للناصريه، لان الدنيا غير غير يحاول ان يضلل الناس ويحاول ويعتقد انه ماخذ مجلس الوزراء مالته هاي جوكة الحرامية الى الناصرية راح يقنع المتظاهرين في الناصرية انه هو على حق، وانه اهدأوا احنا بدنا نشتغل لكم. ايش تشتغل انت 17 سنة انتم سرقتوا البلد ودمرتوه، اشعة الطائفية والخراب والدمار، و5 ملايين عراقي من خيرة العراقيين خارج العراق، و4 ملايين نزوح بالمخيمات، و10 ملايين فقير بالجنوب ياكلون من المزابل والفقر ومرض ومدارس طينية ومدارس مبنية من 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 خوص النخيل. وهذا البلد كل هذا الغناء، كل الموازنات الانفجارية 100 مليار و120 مليار وين ذهبت؟ وبالتالي العالم يتحدث عن 1000 مليار، اكثر من 1000 مليار بددت بمشاريع وهمية، بكذب، بسرقات، بفساد. والعراق هذا يقودنا، عفوا دكتور لحظة إذا سمحت، إلى سؤال سيدة ناهد عن 45 يوم ماذا يمكن أن تحقق، نربطه بهذا الكلام. يعني هي ما هو نفس القضية هذه، فبالتالي ماكو قناعة، ماكو ثقة. أنت تقدم 45 يوم مثل المالكي طلب 100 يوم لا تعني شيء. الآن أنتوا 17 سنة أنتوا ما سويتوا شيء، الآن تريد 45 يوم، شو راح تسوي بال 45 يوم؟ أنت صدر لي قرارات، هي مو القضية هذه. الآن الشعب لديه قناعة تامة أن هذه الأحزاب وهذه القوى فاسدة ولا يريد منها شيئاً، لأن لا يمكن للفساد ولا يمكن اليد التي خربت العراق 17 سنة أن تبني العراق. يعني مثل رئيس البرلمان اليوم يتحدث أنه القانون الجديد للانتخابات 50% للقوى والأحزاب و 50% فردي، وهو بالفردي طبعاً 100% كلها لهم نفس القضية نفس اللعبة، لأنه أنت بالفردي لا تستطيع أن تكون لوحدك، لأن أنت تحتاج مال وتحتاج دعم وتحتاج سلطة وتحتاج من يحميك وتحتاج من يروج لك، وهاي ما تمتلك إلا الأحزاب هاي، هاي السارقة والبايقة وشيوخ عشائر تابعين لهم وقوى تابعة لهم. فبالتالي أنت بالفردي والقوى الحزبية اللي هم مشتركين بها كلها لهم، والعملية نفسها هم يحاولون تدوير هذه النفايات، إعادة تدوير هاي القضية. يعني انتم مرضيتوا على ذولا، راح نوخرهم لورا، نرجعهم الى الخلف ونقدم وجوه جديده. هذه وعاء لها الشعب، انتهت. الشعب خرج ضد هذه اللعبه السخيفه المجه اللي صار لها 17 سنه، لا ما عاد يقبلها، ما عاد يقبل هذه القضيه. فلذلك الان الاجابه عنها انه امريكا والامم المتحده وغيرها تدرك هذه الحكومه وتدرك احزابها، لذلك هي شديدة الحرص وشديدة الحساسية اتجاه الإضراب العام والعصيان المدني، شديدة الحساسية، لأنه هذا يستدعي العامل الدولي. هذولا لهم مصالح بالعراق، عندما توقف أي عجلة المال وعجلة الشغل وعجلة النفط ليس لديهم إلا أن يقفوا مع الحكومة لتقوم بإنجاز مجزرة وتذبح الشعب كله، وهذا لا يقبل عليه العالم كله. فبالتالي يجب عليهم أن يقفوا مع الشعب، لأنه استفتى الشعب استفتاء عام، يعني بالإضراب العام وبهذه الطريقة أنت تستفتي، والآن هو استفتاء، هذه التظاهرات هي استفتاء عام، لكن هم يحاولون التضليل عليها واللعب عليها. لا عددهم 250 بالناصرية، 12 واحد ما أدري وين واقفين، عيب معيب. يعني مثل وزير الصحة اللي يطلع هذا الجعفري الجديد، يعني ما خلصنا من ذاك الجعفري، يطلع لنا جعفري جديد صار له 70 سنة هو مش شايف العراق، جاي بيه وزير صحة ماشي طيب طيب، لأنه خبرة وتكنوقراط، يطلع يقول عدد الشهداء اللي سقطوا ويجمع بين المتظاهرين والقوى الأمنية، ما أعرف القوى الأمنية بيجضربوهم ما أدري، المهم 111 واحد، هاي كل 111 واحد. أنتوا لحد الآن أكثر من 1000 شهيد باوع، أنت اللي شيعوهم مساحة التحرير إيش قد احسبهم أنت يا وزير، احسبهم حساب عرب، واحد اثنين ثلاثة راح تلقاهم فوق 500 واحد. شلون 111؟ مين جبت هذا الرقم؟ هذا التقليل من الرقم، يعني ايش تعتقد انت؟ يعني واحد من المحللين البارحة سمعته يقول انه الحكومة ما تقدر تطي الرقم حتى لا تثير
دي يبررها بهذه الطريقه. نعم. هاي دماء، هاي مسؤوليه. اذا الحكومه تكذب على الشعب ماكو حكومه. نعم. ما نحتاج احترمها، ما يحتاج الشعب يحترمها. اذا تكذب على الشعب، وهي صار لها 17 سنه تكذب على الشعب. تكذب عليه بالفلوس، وتكذب عليه بالامن، وتكذب عليه بكل شيء، كله كذبه. وبالتالي مجموعه وتقنقراط وما اعرف منو، وتضوا احزاب وطنيه، وهاي الشعارات وهاي التعابير وطنيه وارهاب وكلها كذب. وبالتالي هم يفخخون، وهم يقتلون، وهم يختالون، وهم يستخدمون الاسلحه الكاتمه وغير الكاتمه. وهم من جاءوا بالقناصه، وهم من يحاربون كل وسائل الديمقراطيه اللي يتحدثون عنها. القضيه والعراق الان صح على كذبه كبيره، كذبه هذه الاحزاب اللي جاءت تتحدث عن المظلوميه، واذا بها تظلم الناس ظلما لم يشاهده العراق. من قبل يعني عمر العراق ما شاهد هيج ظلم وهيج تعسف وهيج اذى وسوء وفكر منحط وفكر راهن نفسه للاجنبي ويتحدث عن الوطنيه، ويضيعوا كل شيء. وكل القوى متفاهمه، هاي القوى الحزبيه اللي تحكم بالعمليه السياسيه متفاهمه على الحفاظ على كراسيها باي ثمن. اذا ما وصل حتى الى ذبح هذا الشعب كله لا يهمهم، المهم يبقون هم. هذه هذه القضيه المهمه. لكن بالتالي كل هذا سينتهي. الشعب هذا يتمدد، وهي مثل ما قالت الان التظاهرات تتوسع وتتعمق، تتوسع وتتعمق. وهي القضيه انطلقت هذه الموجه، والموجه صارت موجات، والموجات تتحد مع بعضها لتكوين الموجه الكبيره. والموجه الكبيره قادمه، قلناها ونقولها مئات المرات، الموجه الكبيره قادمه، موجه الشعب. نعم. وستزيل كل هذا. سأعود اليك بعد قليل دكتور. انتقل للاستاذ قاسم مجدوب الناشط المدني من محافظه البصره عبر الهاتف. اهلا بك سيد قاسم. اهلا وسهلا استاذنا. بداية، متظاهرو البصرة سيطروا على غالبية التقاطعات والطرق الرئيسة وسط المدينة، ما هدف هذه الخطوة من الإغلاق لتلك الطرق؟ هذا العزيز، هو العملية انه هاي الحكومة انه هي ذابة ضغطها كله على موضوع النفط والميناء. ما باقي غير بس انه شارع البرجسية والشعابة ورميلة اللي يمكن منها تصدير النفط. بالنتيجه اللي هم معتاشين عليه ويسرقون النفط اللي هي اموال الشعب راح يتم غلقها. الان العشائر انتفضت، قبل كان يكون الكلام انه شهداء والعشائر قاعده. اليوم انتفضت عشيرتين ما يقارب ال 10,000 شخص، عشيره تميم وعشيره ثانيه انتفضوا وطلعوا الاضراب العام في الشوارع، وسوف يتم غلق هذه الشوارع لقتل تصدير النفط. نعم. لان هؤلاء الناس لن ساعاتهم القليله وليس ايامهم القليله، لانه هؤلاء الناس لا يهتمون بدم الناس، بدم الشباب. نعم. العمليه اصبحت معروفه وواضحه عندنا، انه هؤلاء الناس عرفوا مصيرهم، انه ان خرجوا من هذا المكان سوف يحاكمون ويعلقون في وسط الشعب. هؤلاء الناس قتله، دمروا الشعب، دمروا الناس، سرقوا اموال الناس. بالنتيجه سيضغطون بكل وسائل وكل انواع الاساليب القذره، من الرصاص الحي، وصلت القضيه انه قاموا يفجرون، وصلت القضيه قاموا يضربون بالقاذفات وبالهاونات. نعم. كانما دا يحارب شعب او شباب بيد سلاح. فاحنا نقولهم سنقاتلكم بدمائنا، سنقتلكم بدمائنا، بسلميتنا، بعفويتنا، بوطننا. نطالب بوطن خالي من هالشوائب، من هالقاذورات، من هالاوساخ السياسيه. احنا بدورنا احنا الان نقوم مثل ما طلع الاخ صالح البياض يقول شباب عمره 15 و20 سنه ما يعرف شنو على الدستور وما يعرف شنو على القوانين. اجينا مؤتمرات وسوينا عملنا احنا اساتذه جامعات دكاتره طبيه ماجستير قانون وسياسه، هيئنا بديل عمليه سياسيه، وهيئنا بديل قانون انتخابات، وهيئنا بديل مفوضيه من اساتذه ودكاتره للمفوضيه ولقانون انتخابات حتى يتم انتخابات فيها بإشراف أممي وبحضور النقابات. فبالنتيجة هاي الساعات الأخيرة لها الدولة أنها تحتضر ولم يبقى لها شيء بعد فقدان الشرعية الدولية وفقدان الشرعية الدينية من المرجعية بالنجف، أنها فشلت فشلا تاما. ماكو نتيجة، نقولهم ماكو نتيجة، أخرجوا ولن تخرجوا خارج العراق قبل محاكمتكم. انهم سراق فاسدون قتله سفله. نعم. وعذرا لهذه الالفاظ، ولكن هم اخرجونا عن طورنا، يقتلون الشباب يوميا بدم بارد. هذه المشكله، ما اعرف انه هم
النتيجه انه هاي الناس الموجوده اللي قاعد تقتل، انا يعني اصمم واركز انه هاي الناس ليس هم عراقيون. لا يقتل العراقي بعراقي بدم بارد. هؤلاء ماجورين مرتزقه من خارج البلد، والا شرطه مرغدين من سلاح. وانا معك يعني مع الاستاذ الفاضل اللي قال ما طرح وسمعته انه فعلا انه هؤلاء الناس يعني واجب الان خروجهم، واجب محاكمتهم، لانهم لا يستحقون حتى انهم مجرد العيش. يتم تقديمهم الى محاكمات وسحب كل الثروات الخارجيه والداخله من عندهم. نعم سيد قاسم، بالحديث عن قضيه اغلاق الطرق المؤديه الى المنشات النفطيه وقطع والعصيان المدني طبعا والإضراب، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا الموضوع على تحركات المتظاهرين ومصير الثورة وتحقيق أهدافها، خاصة أن الموضوع تكرر في موقع البرجسية النفطي مثلا؟ سادنا العزيز الشباب كان يخرج. نعم. شيوخ العشائر تعرف جنابك الوسط والجنوب، المناطق العرفية العشائر يحكمها أحكام عرفية أكثر ما هي أنه شنو قانونية. بالنتيجة واليوم انعرض وانا حدث لكم حتى الفيديو انه العشائر اختلفت بيناتهم انه كيف يقتلون اولادنا واحنا ساكتين. هذا العمل ما يجوز. فيام ما يكفون وانطوا 48 ساعة الى قيادة البصرة برئاسة اشغافي مدير فضل الشعب، بين 48 ساعة يسلم نفسه ويسلم القتلة، والا هم راح يطلعون يهجمون على قيادة العمليات لانه هم وصلوا الى حد الاجرام. فبالنتيجه موضوع البصره وموضوع الناصريه وميسان شبه منتهي. شبه منتهي راح يكون بيد الشعب. نعم. يعني لماذا برايك تقبل او تقابل مثل هذه التحركات من قبل المتظاهرين، يعني قضيه قطع الطرق والاعتصام والعصيان، بهذا العنف من قبل القوات الحكوميه؟ يعني البعض يتساءل او الكثيرون يتساءلون، هل النفط اغلى من دم الشباب العراقي عند هذه السلطه الحاكمه؟ هذا العزيز كل الثورات، وجنابك تقرا تاريخ، كل ثورات لا تقام الا بدم، حتى انه انا الجيل اللي بعدي ممكن يستقر، يجب انه هاي الدوله هاي الدوله او الحكومه الفاسده المجرمه، لان يجب ان تقضي عليها بسلميتها، والا نتحول الى انه احنا حرب عسكريه في الشوارع، وبالنتيجه تدخل الامم المتحده في قضيه. نحن يعني نوضح للعالم كله، للعالم انه احنا ناس سلميين، ما نطالب غير بحقنا، اذا نقابل بالاطلاق الحي، بالقتل الحي، بدم بارد. القضيه انه الناس اللي موجودين مدى يعرف حجم العمليه. واحنا بالنسبه لنا نقول لهم انه انتم خارجين، مهما قتلتم، مهما عملتم، مهما فعلتم، احنا باقين بالشارع. اقتلوا، اذبحوا، فجروا، يعني في الاساليب قدره يرسلون بنات الليل الى المتظاهرين. يعني عجيبه هاي الناس، شنو من وضع عندها؟ شنو من حاله عندها؟ متمسكه بالكرسي، هم يعرفون اذا طلعوا انه هم يعني الى المحاكم والى الاعدام، واحنا محاكمتهم علنيه. فبالنتيجه مهما عملوا، مهما قتلوا، مهما سووا، طيب، هذا الشعب باقي بالشارع الى ان يختص منهم. سأعود لك بعد قليل. نعم. سيد قاسم، نعود للدكتور رافع، ما تعليقك على ما ذكره السيد قاسم؟ يعني اذا اقول ربما يعني اللي تحدث به السيد قاسم واقعي جدا ومنطقي جدا. نعم. وهو ابن شعب، هذا ابن الشعب، هذا العراقي الاصيل، هذا الكلام الحقيقي، هذا الواقعي، هو يقول لك حقيقه الوضع. هذا الوضع وصلوا الى قناعه الشعب انه هؤلاء يعني لا ينفع معهم الكلام، والكلام معهم يعني هواء في شبك، لا يعني حتى لا يجوز الكلام وياهم، لانه هؤلاء يعني ليس لديهم حل سوى انه يقتلك، او يعني انت لو هم واللي رفعت في ساحه التحرير. نعم. لو احنا لو انتم، هذا واقع الحال، هذا واقع الحال. الان الشعب في ضفه وهم في ضفه اخرى، هم يحاولون الحفاظ على كراسيهم، على من يدعمهم، على هذه العمليه الخربه اللي سميت عمليه سياسيه، اللي فرقت الشعب ومزقته وسرقت امواله وسرقت حياته هؤلاء الناس شباب وصغار وكبار يبحثون عن حاضرهم وغدهم. نعم. يعني يريد مستقبل لاولاده، والشاب يريد مستقبل لنفسه، ويقول لك انا اخلص كليه واخلص هندسه وطبيه وكذا وما القى، واقعد على الرصيف. نعم. وغيري، واذا اردت اتعين ادفع الاف الدولارات رشوه للسماسره وغيرهم حتى يعينوني في دائره، بعد 5-6 سنوات اني اظل ادفع من رواتبي حتى اسدد الديون، يعني من اجيب هذه القضيه؟ او للاحزاب والقوى هذه المتحكمه بالعراق.
وبالتالي الناس حتى وصلنا إلى الحد يعني يوم أمس كانوا يتحدثون عن يعني مثل ما تحدثنا عن وزير الصحة اللي يقول 111 واحد باوع الكذب، واللي ناطق باسم القائد العام قوات المسلحة من يكذب الكذب ماله اللي لا يمكن قبوله، وصولا إلى المتحدث باسم وزارة الداخلية اللي يقول 250 متظاهر بالبصرة ما أدري إيش قد. نفس القضية تذكرني في قضية يعني من جاءوا قبل يومين أو يوم أمس المحطات الفضائية انسدها. هذه القضية مثل القرار مال اللي انتحرون، قالوا بالعراق هواي ينتحرون. الحكومة قررت بدل ما تدرس هذا الموضوع، وكل علماء النفس وعلماء الاجتماع يقولوا لهم يابا الاقتصادي هذول بسبب الفقر، بسبب الجوع، بسبب الأمراض الاجتماعية، بسبب الوضع المخيف المرعب اللي دي يعيشوه، ما عنده مستقبل ولا. هذه القضية عالجوها بدل ما تعالج هذا. مين هم اللي ينتحرون؟ من الجسر يذب نفسه على السياج مال الجسر. لاحظ العقلية اللي الآن نفس الشيء، أنتوا بدل ما تآمنون بأن هذا الشعب خرج على حق، سدوا الفضائيات، قطعوا الانترنت حتى يمردون الشعب. ما تقدرون تمردوا بعد، خلاص الشعب هذا طلع هو أقوى منكم. وأنتم موظفين عند الشعب، يعني رئيس الوزراء والوزراء وكل الحكومة هم موظفين عند الشعب، والشعب الآن قرر يقول لهم اطلعوا خلاص ما أريد أكاني موظف. أنا راح أعين ناس غيرنا. يعني مثل ما تحدث الأخ الأستاذ تحدث أنه هناك عقول كبيرة. هذا الفياض من يتحدث 15 سنة أو 20 سنة ما يعرفون يسوون جملتين، هو اللي ما يعرف يسوي جملتين. هذا الشعب يعلمك قراءة، هذا الشعب علم الشعوب الدنيا كلها القراءة والكتابة والعلم والأخلاق والتاريخ وأنت إذا أنت خارج من رحم الشعب عيب تحكي هذا الكلام. هذا الشعب هو اللي علمك، والأمي بي والمتعلم هو أعلم منك وأكثر فهما وأكثر إدراكا للوضع، واللي طالعين هنا أميين ومثقفين وخريجين وكل شيء وهم قادرين، وهذا الشعب هو أساس كل شيء. فأنت الآن يعني تستفز الشعب وتهين للشعب وتقلل من قيمته بهذا الكلام. يعني أنت عقليتك كبيرة وأنت وصي عليهم، أنت وصي على هذا الشعب، ما يريدون هاي الوصايا، ما يريدوا أخي هاي الوصايا. وهذا الشعب طلع يعني من العشرينات طلع بانتفاضات وثورات ضد الانتدابات وغير، هذا الانتداب الإجرامي اللي أنتوا فارضيه على الشعب ما يريدوا، خلاص هذه القضية كل هذه أولا. سأل سيد قاسم نقطة مهمة بخصوص قضية مشاركة العشائر، طبعا حضرتك متابع، زارت بعض فئة من العشائر عبد المهدي والتقوا به وهناك كان رفضا شعبيا كبيرا، الآن مشاركة للمتظاهرين، ما هو هذا جزء من اللي تكلمنا فيه. يعني يجيبون كم واحد يعتقدون ان هم يعني مسؤولين عن عشائر ويطمنون الناس ونطوش الفلس مثل ما فعل المالكي سابقا، هو فعلها عادل عبد المهدي سابقا وفعلها قبل العبادي وغيره، يتصورون القضية بهذا الشكل. لكن الشعب وعى، وهؤلاء الذين حضروا معه وجدوا نفسهم خارج الشعب مرفوضين إذلال لنفسهم، عندما أخذ له كم فلس خلاهن بجيبه وتاجر بالدم، باع دم أبنائه وأهله وأخوته، والزمن ماشي والأيام ستكشف، وهؤلاء سيذهبون إلى المزابل والباقي هو الشعب، والعراق باقي لهم، باقي ذولا. إذا العراق مو لهذا الشباب الحلو العدل، من العادل عبد المهدي والفياض والخزعلي وغيره، هم ذولا الشعب، هم ذولا اللي يجب أن يأخذون العراق. هذه القضية منتهية، الموضوع منتهي، وهؤلاء لن وذلك العشائر فعلا. هذا ما قال، هناك اعراف عشائريه في الجنوب وكل العراقيه لهم قيمتهم، ويجب ان يقفون مع ابنائهم، يجب ان يقفون مع شعبهم، وهذا تاريخهم. طيب. وثوره العشرين وقفوا مع شعبهم وشعبهم وقف معهم، والان كل الثورات والانتفاضات كانوا يقفون مع، ويجب ان يقفوا موقف رجال لانه هذه ازمه وستعدي، والعراق الان يولد من جديد وقام من قبره. طيب. قام من هذا العراق كله بجسده بكل هيبته، يعني قام من القبر، ذول الشباب وقفوا على رجليه من قبره. أعود إليك بعد قليل دكتور. سيد قاسم، شرطة ذيقار قالت إن ملثمين يتبعون لجماعات منفلتة أحرقوا مبنى ديوان الوقف الشيعي، بما تفسر هذه الأفعال التي ينكر المتظاهرون صدورها عنهم ويؤكدون دائما أنهم سلميون؟ أستاذنا العزيز، هم هاي من ضمن الاساليب التعبانه اللي يستخدموها من اجل اذيه الشعب. يعني ذاك اليوم يعني قصدي قبل يومين انه ارسلوا مجموعه ضد الشعب انه ماكو كان مقاومه، بالنتيجه قام هم يحرقون
يحرقون المحلات التجارية، يحرقون العمارات التجارية. صورناهم بملابسهم العسكرية. نعم. وبالنتيجة أنه رموا التهمة على المتظاهرين. يحاولون بشتى الأساليب يطرحون أساليب قذرة يرموها على الشعب، علما أنه أكو هناك بيناتهم بين الجهة القوى الأمنية الغير معروفة اللي هم دائما يحرقون ويقتلون ويقولون هاي الجهة ملتهمة. إذا الجهة ملتهمة شنو شغلك أنت؟ شنو عملك إذا الجهة ملتهمة تحرق وتقتل وأنت موجود؟ أنت فقط أنه تقدر تسيطر تقتل المتظاهر السلمي المحتج السلمي اللي عاصى عن الدوام السلمي، تقدر عليه وتقتل لأنه سلمي. وهاي العصابات الملتهمة اللي أساسها كلها هي من الأحزاب لأن ترسلوه لقتل هاي الناس باتهام هاي الناس الباطلة. ما هو المتظاهر أمامك صورة وصوت أمام العالم التلفزيون أمام العالم كله، شارف على العلم العراقي وما عنده أي شيء، فقط كلمته يريد الوطن. أهان الوطن، أهان الناس. الآن العراقي في كل مكان بالعالم ما عنده قيمة، ما له قيمة يعني بسببهم، لأن هم سارقين. الدولة رقم 196 بدول الفساد. دمر الشعب، دمر الناس، دمر الوطن أستاذنا العزيز. ولكن أنا أقول لك أنه هذني ساعاتهم القليلة، أيامهم القليلة، ما بقى شيء خلال هذا الأسبوع. الكل تسقط هناك، مو شعات، أخبار أكيدة في الخضراء، في قتال داخلي بين القوات الأمنية أنه سينقلب السحر على الساحر. اللهم اجعل بأسهم بينهم يا الله بحق محمد وآل محمد. إن شاء الله واحد يقتل الثاني وينتصر الشعب. بس أنا أقول لك أستاذنا العزيز، أقول لك أطمئن وطمئن الجمهور العراقي والعربي أنه لم يبقى شيء. الشباب مصر، الشباب يعني ضيقات بصدر الفارس، الشباب منتهي أنه لو يخرج بوطن أو يخرج على نعش. النتيجة النهائية أنه دولة لازم يتحاسبون، لأنه ما لهم لا عنده غيرة، لا عنده كرامة، لا عنده شرف، لا عنده إحساس، خالي مجرد من كل أنواع القيم الإنسانية. أنا ما أعرف والله عجيب، احنا نقعد نسال بيناتنا كنشطاء نسال هذا الناس من اي نوع من الخلق؟ يعني برقع الحياء والخجل والضمير والوجدان والانسانيه لدرجه انه هم اصبحوا اسقطوا من السقوط. من اين يعني اي نوع من المله هذول الناس؟ كيف تتعامل معهم؟ اللي يقتل هاي النفس اللي الله سبحانه وتعالى حرم قتلها، النفس الزكيه، هم يقتلون بدم بارد. هذا لا يدل على انهم فاشلون، مجرمون، قاتلون، وغير عراقيين، وكلهم ديول منتمين إلى دول خارجية. وإلا صدقا العراقي لا يقتل العراقي. نعم سيد قاسم، يعني سنقولهم أطمئنوا. نعم تسعى هذه السلطة يعني بخطاباتها بالحديث عن أنها تسعى إلى عمل إنجاز لقوانين وقرارات لمصلحة الشعب، هل هؤلاء قادرون على إنجاز قوانين تخص مصلحة الشعب أو تعمل على تحقيق متطلعات الشعب؟ أين كانوا إذن في السابق؟ لا أستاذ، مو أين كانوا، هم موجودون لقوانين تخصهم. هم موجودون وتركين الشعب خلفهم. الآن لا يمكن إصلاح ولو 1% من الدستور أنهم يريدون صلحوه. يا أخي فاقد الشيء لا يعطيه. لا يمكن أن تأخذ قطعة خبز من جوعان، لا يمكن أن تأخذ بيت رغيف من معدة فارغة، أساسا فارغة كانت متسكعة في بلاد الغرب. لا يمكن أن يعطيك شيء وهو يريد كل شيء ولم يشبع. أنهم فارغون، أنهم طماعون، ولكن أنه وصلهم طمعهم قتلهم. بالنتيجة أستاذ العزيز، لا يمكن أي قرار يصدر منهم يكون مقبول لدينا. لا قانون انتخابات، ولا مفوضية، ولا تقاعد، ولا أي شيء. لا يوجد أي قانون نقبل من عندهم، لا يمكن الوثوق بهم ولو مليم واحد. لا يمكن أبدا. قوانينهم لهم ونحن قوانيننا لنا. أصدرنا قانون، الآن إحنا قاعدوا أساتذة أصدرنا قوانين المفوضية والانتخابات، وأصدرنا قانون بديل العملية السياسية بأساتذة بروفيسورية دكاترة ماجستير شباب، كلها أساتذة يعني من خلص الشباب اللي يطلعون ويقدمون. أريد أن تنزلهم رسالة نقولهم أنه أنتم الجهلاء. والمشكلة الجاهل ما تقدر تحاربه بالعلم، يعني هو جاهل ما يفهم غير لغة القتل، لغة السرقة، لغة النهب. هذول الناس ما عندهم هذا الموضوع، موضوع العلم،
موضوع الإنسانية، موضوع القيم، موضوع أنه العوائل الفقراء، العوائل اللي أنه قدمت وضحت من أجل دهر داعش، هاي عوائل الشهداء الجرحى، كل شيء ما حصلوا كل شيء ما قدموا منهم أبدا أبدا ما ممكن حصل منهم شيء. بالنتيجة يجب أن يقدموا إلى محاكم هنا في وسط العراق. شكرا لك سيد قاسم مجدوب الناشط المدني، كنت معنا من محافظة البصرة. هل لديك تعليق دكتور على ما ذكر؟ والله اللي يعني تحدث به الأستاذ قاسم وهو يعني مساحات الشرف، مساحات التظاهر، مساحات الثورة، هو يعني عبر عن كل ما يجول في نفوس وعقول العراقيين. عبر عن كل عراقي شريف ويطمح لغد، لحاضر وغد أفضل للعراق. هذه الحقيقة. وبالتالي هؤلاء يعني مهما تلاعبوا مهما ظللوا بالنتيجة الموجة الكبيرة قادمة. وهذا ما تحدثت عنه قبل قليل، وكثير من المرات تحدثنا عنه، الموجة القديمة الكبيرة قادمة وتتكون الآن، وتحدث عنه الأستاذ قاسم واضح جدا جدا، وقبل الناشطة اللي تحدثت عنه واضح جدا. الشعب ذاهب إلى موجة كبيرة ستزيل كل هذا وجه العراق يجب أن يعود، وجه العراق الجميل، هذا البلد الجميل اللي أصل الحضارة وأصل التاريخ وأصل كل ما في الدنيا من خير. وهذا ليس انتقاص، وأقولها للمرة المليون، ليس انتقاص من الشعب وليس انتقاص من بلد، لكن نحن أهل العراق ونحن نعرف يعني اعتزازنا بالعراق ومحبتنا بالعراق، وهذا يجعلنا نتحدث بهذا الشكل. ولكل شعب لكل وطن قيمته ومحفوظة عند أهله، لكن إحنا نرى العراق بهذا الشكل، نرى أهل العراق من خيرة الناس، ونرى هذا الوطن من أجمل البلدان في الدنيا. لذلك هذا البلد اللي أجمل بلدان الدنيا وهذا الشعب اللي أرقى الشعوب لا يستحق أن يحكموا ناس فاسدين مخربين طائفيين عقول متجلدة رهنوا العراق إلى إرادات خارجية ويتحدثون بوطنية ويتحدثون بحرصهم علينا وهم يسرقون وينهبون وأحزاب ناهبة. وبالتالي هم يعرفون فعلا يعرفون إذا وهذه ستنتصر، هم يعرفون أن مصيرهم إلى المحاكم الدولية، سيساقون إلى المحاكم الدولية. هؤلاء سرقوا، لوثوا أيديهم بدماء الناس، هذا القتل هذا لن يذهب، هذا الشباب الحلوة اللي راحت، وهذا العراق اللي ينزف من 2003 لحد الآن نهر من دم، هذه برقبة من المسؤول عنها؟ السؤال بالنسبة للدماء، هناك محاولات كثيرة لشيطنة هذه المظاهرات وجرها إلى قتال مسلح، لكن يبدو أنهم لم يستطيعوا ولا يستطيعون تحقيق هذا الهدف. لماذا لم يجر شباب العراق المتظاهر إلى هذا الطريق؟ أولا الشباب هذا اللي خرج، ما هي الثورة هات شنو قيمتها؟ يعني وين ألقها أن الشباب اللي خرج بها وعي بمستوى عالي جدا، منسوب الوعي عالي جدا، لذلك خرج غير طائفي غير موتور، يبحث عن وطن ما بيده غير راية العراق، يستشهد ويمشي. وقدموا من الشهداء من كثيرة الشباب، من أجمل الشباب، وما زالوا مستعدين لتقديم كل أنفسهم فداء للعراق. هذا الشباب لا يمكن أن تخدعه. وهذه محاولات التضليل، محاولات تشويه صورة الثورة، هذه كل الحكومات الاستبدادية سوتها، قسم نجحها وقسم فشلها. وعدنا بالعراق يعني من عام 2003 لحد الآن، هاي مارستها هاي الحكومات، هاي الممارسات مارسوها ونجحوا في بعضها، كثير من عدها نجحوا، لكن مع هذه لن ينجحوا. الآن الثورة الآن مساحتها توسعت، الدم اللي سال كثير، الإرادة الشبابية واضحة جدا، قدرة هذه الثورة سموها وضعها أهدافها، هي هذا اللي كنا نتحدث عنه، تطلع مظاهرة والهدف مالها هدف لا يساوي شيئا. تعال رجعونا الكهرباء ما ترجع لك إذا ما عندك سيادة، إذا ما عندك نزاهة، إذا ما عندك إدارة سياسية نقية وحريصة على العراق. الصحة لا يمكن أن تعطونا مدارس جيدة، لا يمكن للتربية والتعليم أن تكون جيدة إذا ما عندك نظام جيد، لا يمكن للأمن أن يكون جيدا إذا ما عندك نظام جيد. فبالتالي الشعب الآن عرف العلة وين الأساس في هذه القضية. القضية هناك نظام فاسد يجب أن يزال لكي تعاد كل هذه المسائل. الآن عرف وين اتجاهه، وهو هذا المرعبهم. لذلك هذه الثورة تتميز عن كل غيرها، لأنه عرفت القضية وين. القضية أن تزيل هذا النظام
هذا النظام الخرب اللي جاب لنا كل هذا، جاب لنا امن مفقود، وجاب لنا اقتصاد مفقود، وجاب لنا فساد وخراب، ومستشفيات ماكو، صحه ماكو، دراسه ماكو، تهجير طائفيه، خراب، دمار، سرقه، بوق، عدم امان. هذا كله تابع لنظام. انت تجيب نظام وطني صحيح سيجعل كل هذا متوفر. وهي هاي قيمه الحكومات في كل الدنيا. انت تخبون حكومه لكي تخدم الشعب، تقدم خدماتها للشعب، ومن ضمن خدمات اقتصاد جيد، دراسه جيده، صحه جيده، امن جيد، امن موفور، سياده، استقلال، امل بالحاضر والمستقبل. هذا كله مفقود كان. الشعب الان وعى هذه القضيه وذاهب، فلن يستطيعوا الحقيقه. ومحاولاته مستمره، محاولات الشيطنة هذه مستمرة، لكنها لن تنجح إن شاء الله. في سؤال الأخير لكم دكتور، ناشطة المدنية ناهد أحمد ذكرت أن أي نقطة دم تسقط في أي حكومات العالم المتطور الحديث تفقد شرعية السلطة، لكن في العراق الأمور مفتوحة على مصراعيها، الدماء تسيل في الشوارع وهذه الحكومة باقية. أولا هذه الحكومة ليست شرعية من البداية، لأنه هي شكلت، وكل نظامها وكل عملية السياسية شكلت تحت احتلال ومن قبل الاحتلال. هذه رقم واحد. ثانيا، كل حكومات الدنيا شرعيتها شرعية الإنجاز. يعني هذه شرعية الصندوق، هذه كذبة، رغم أنه آخر انتخابات 82% من العراقيين، يعني فضحتهم، 82% من العراقيين هم ذول الشباب اللي خرجوا ما شاركوا بالانتخابات، و 18% هي أحزابهم وميليشياتهم وقواهم اللي شاركت، فهي اساسا غير شرعيه. هاي الصناديق يتحدثون، وبعدين زوروا بها وحرقوا قسم من هذه الصناديق وباقوا قسم من الصناديق، ومع ذلك سووا حكومه ما ماخذ حتى عادل عبد المهدي ما ماخذ اصوات، لكن جابوه باتفاقهم ماشي. طيب، فهذه شرعيتكم غير موجوده. شرعيه الانجاز من عام 2003 لحد الان ماكو انجاز. اذا لا شرعيه لكم، الشعب يريد انجاز. الانجاز اللي قدمتوه للشعب 17 سنه فقر، خراب، امراض طائفيه، تمزيق، البلد غير آمن، مستباح للجميع، لا كرامة للمواطن، لا أمن للمواطن، كل شيء ما سويتوا له مولات، كم مولات مستثمرين منكم، كم مول بغداد وبالمحافظات، وعيشوا بالمولات. هو هذا المواطن العراقي، هذا ابن الحضارات، تسوي له مول وتحاول تقنعه إنه هذا المول يجي من الصبح لليل يقعد بالمول ويأكل ويشرب بالمول ويروح ينام، وها هي والبضاعة اللي بالسوق هي مستوردة، هو لا ينتج شيئا، هو مستهلك فقط، وفقر وضيم وأمراض وعوز واعتقالات ونهب وتفرقة، وهذا سني وذاك شيعي وهذا كردي وهذا عربي، وبالتالي الوطن ضايع وهوية ما موجودة، ويطلع برا في أي مطارات يوقفوه كأنه مشبوه، كأنه بمرض جرب، لا أحد يستقبله، الكل خاف من العراق. لماذا؟ هذا العراقي الطيب، الإنسان الراقي، اللي الآن مستشفيات بريطانيا بها أكثر من 6000 طبيب من خيرة الأطباء العراقيين. لماذا؟ خيرة الأطباء العراقيين في بريطانيا هذه اللي كل الناس تروح لها لكي تتداوى، من 6000 طبيب عراقي بها. كل دول العالم فيها خيرة المهندسين والأطباء والعلماء والمدرسين والأساتذة والفنيين وفي كل الاختصاصات موجودين فيها، وتلقاهم عراقيين. لماذا؟ والبلد العراقي يشكو اللي يحكمون ناس جهلة، طائفيين، موتورين، راهنين إرادته للخارج. هذه انتهت القضية، وهذه اللعبة انتهت الآن. وإن شاء الله بهذه الثورة يعود وجه العراق، ويعود أهله إلى، وتعود تلك الأيام الجميلة، ويعود هذا البلد ما له علاقة بأحزاب وما له علاقة بماضي وبحاضر، لكن يستطيعون أن يبنوا بلدهم بفكر مفتوح وبنفس وطني وبرؤية طيبة وبرؤية تستطيع أن تبني، لا تخرب ولا تدمر ولا، وهذا الشباب بهذا النفس، والحمد لله. شكرا لك دكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا في الاستوديو في هذه المتابعة الخاصة. وكذلك كانت معنا عبر الهاتف من بغداد الناشطة المدنية السيدة ناهد أحمد، شكرا لها كذلك. وأيضا عبر الهاتف من البصرة كان معنا الناشط المدني السيد قاسم مجدوب. وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.